والناس يعصونه جهرا فيخسره.
إلى شياطينهم، والمقصود هنا بشياطينهم اليهود. رجعوا في نفسك، وإذا خلوا وعادوا إلى الشكل اليهود ماذا قالوا؟ قالوا ماذا؟ قالوا إنا معكم، إنما نحن مستهزئون بأصحاب محمد وبأمة النبي. هل صليتم على رسول الله؟ لأجل ذلك القضية خطيرة جدا. قلت لكم في المقدمة ما وجد
كان من المهاجرين. ورجل آخر أو شاب أو غلام على حسب الروايات، ذكرت الثلاث مفردات، اسمه سنان بن وبا. تحرك الرجلان من البئر فوصل إلى البئر فقامت بينهما مشادة، من الذي يخطي أولا؟ هذا أنصاري وذاك مهاجر. فقال الأنصاري أنا أولى منه. قال ولم أنت أولى مني؟
إلى رسول الله وما كان يفارق النبي زيد إلا عند النوم، ما كان يفارق إلا بيت أبدا، وإذا بالوحي يتدخل لينصر هذا الغلام الصغير. أهل الحق يا أحبتي منصورون ورب الكعبة ولو كانوا قلة، كم من فئة قليلة الله أن يحفظ القلوب وأن يثبتها على طاعة الرب المعبود، فهو حسبنا ونعم الوكيل.
Thank you.
ساعه واحده من النهار ممكن يكفر بالله في الارض. وهذا التصديق قول الحق او قول النبي. فتن كقطع الليل المسلم يصبح الرجل مؤمنا ويوصي كافر ويوصي كافر ويصبح مؤمن او بعدين يبيع دينه باعراض من اعراض الدنيا. النفاق العملي كثير جدا. هل تتخيل وان اذا فرصه ان اذكرك بصلاه الفجر؟ كم واحد صلى الفجر اليوم؟ ابشره بقول رسول الله. بشر بشر الشديد.
والله